من شمال المملكة وتحديدا شرق منطقة طريف حوالي 30 كيلو، نتواجد هذه الأيام لتغطيتنا الخاصة لعلوم الحياة، فحياكم الله. السلام عليكم. والله احنا جايين كشاتين من حايل. احنا الان شرق مدينة الطريف تقريبا 50 كيلو. الديرة مثل ما تشوفون، يلا لك الحمد من كل عشبة، والمطر ما يكف عنها، والجو زين. معكم فهد بن مثرت بن عاطج الغدر الشيباني، وحنا في محل عبيد المكي. وزيارتكم اليوم منا زيارة عيد، أنتم وأخونا سعد الله يحييه، أبو محمد وهالو جهة الطيبة كل أبوها، وحنا مثل ما قال أبو خالد على الحد، هذا الحد يقولون المثلث العراق والأردن. يا مرحبا يا قناة المرقاب، عند باديتكم شرفتونا، حياكم الله في الربيع الطيب، هذا ربيع ما يوصف عليه، والمطر كل يومين صب علينا. هذا يا ابو محمد يوم تسأل عن انواع العشب وعن اسماه، شيء نعرفه وشيء والله ما نعرفه، ظاهر ما شاء الله. هذا الديدحان، هذا الديدحان ابو ورد الحمر ذا، وهذا التحال، هذا التحال، وهذا الصفار. نرحب بالأخ سعد النفيعي وقناة المرقاب، قناة أهل البل، القناة المحترمة الموقرة في محلنا، في محل أرض حيان. صدر كان جامل امه وهو عارف تواليها، لا جات يمه تبسم تنضحك سنة. دائما السباقين العلوم الطيبة تجونا تزورونا في المحلات الزارة، احنا مربين الحمد لله رب العالمين، وكل شيء زين. شرق من الطريف حوالي 30 كيلو 35.